مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم اليومي ميديا تولك عبر قناتكم جيلي زد، البرنامج اللي من خلاله في كل مره نسلط الضوء على ابرز الاخبار، صور وفيديوهات وحتى تفاعلاتكم مع هذه الاخبار اللي تصنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها وتنوعها. اذا مشاهدينا، البدايه راح تكون بفيديو لمعلم طلب من طلابه ان ياخذوا حقهم منه مع نهايه العام الدراسي، لكن الاطفال قدموا درسا رائعا في العفو والمسامحه. نخليكم مع الفيديو خذ حقك، يلا انت زحتك يوم الايام، يلا يلا ايه ابغى اغمض عيني الان. ها شو ما تقول استاذ يناظرني؟ لا ما يناظر ابدا، خذ راحتك مره، بس اهم شيء ما تزعل منه. يلا خذ حقك عادي، خذ حقك. خلصتوا؟ شبعتوا؟ ما حد زعلان علي ابدا؟ درست صف ثاني، ما تصير زعلان. كما شفتوا مشاهدينا، الفيديو داولوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، وكنا شفنا مع نهاية العام الدراسي الكثير مثل هذه الفيديوهات، وشيء جميل أن تكون علاقة المعلم بالطالب هكذا. عملت جولة على التعليقات، كما يارا اللي قالت قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا، وأيضا منال اللي قالت ونعم الأستاذ، ومحمد اللي علق هكذا تبنى الأمم عند تقدير ومحبة المعلم، وسمية اللي اكتفت بقولها أستاذ ترفع له القبعة تحية لهذا المعلم القدوة، بارك الله فيك. نروح مشاهدينا وإياكم إلى فيديو آخر سلوكيات. الفيديو يوثق ركن سيارات في السكك الحديدية للترامواي، نخليكم تشوفوا الفيديو. هاوليك هذه في السميزو، ها شوف ها حبتي، ها ما حلاوه تمشي. قالوا له قاع في الطريق، ها الرايه تاع الترام ساميزون، ها الشعب قاع راهم ستاسيونين لهنا، ها والترام راه مبروكين. نحن شعب ابى ان يتحضر، والسلام عليكم. كما شفتوا مشاهدينا، الفيديو مثل هذه السلوكيات يعاقب عليها القانون، خاصة وأنه في الليل، وهذا يشكل خطر على ركاب الترامواي ويسبب أيضا خسائر مادية كبيرة. التعليقات على الفيديو كما زياد اللي قال ربي يهدينا إن شاء الله، وسهيل اللي علقت لا حول ولا قوة إلا بالله، وعبد السلام اللي كتب الله يهدي مخلق. نذهب مشاهدينا وإياكم إلى فيديو آخر، بما أنه عيد الأضحى قرب نشهد هذه الأيام بداية توافد المواطنين لشراء الأضاحي، وإن شفنا المواطنين يشتكون من غلاء الأضاحي كما هذا الرجل، نخليكم تشوفوا مقطع من الفيديو ولا نعود. غادي نخرجوا بالديب ويسرقوا لنا الزراعة، كنا جيت أنا منهم والله غير نعيد بالدجاج، والله غير نعيدوا كاع نبعث لهم ميساج للناس عيدوا بالدجاج ولا بالدندو. صدقوني بالله هاني نقول لكم السلام عليكم. انا شريت العام اللي فات شريت دوكا شريت 32 والله غير قال لي 56 والله انا حبلك بالله، وعمري لا حضرت في التلفزيون هنايا شي لا بريمير فوا. وعلى الخروف ما نكشفش، والخروف على ما نكشفش تاع 3 مليون، على ما نكشفش تاع 4 مليون، ما كاش تاع 3 مليون 4 مليون. انا كنت شريت في 750 كنت راجل، هذه الهضره اللي هضروها كنت راجل فيها. وانا السلام عليكم الله 480 كنت راجل، وانا كي كنت انت بلاصتي كنت راجل. كما شفتوا مشاهدينا، رجل يشتكي من غلاء الأضاحي مقارنة بالعام الماضي، ويقول أنه أسعار طلعت، وكاميرا جلدي زاد رصدت آراء بعض الموالين والناس اللي هما أيضا يشتكون من نقص البيع، نخليكم تشوفوا الآراء ولا نعود. زايدة شوية على الأسعار العام اللي فات، زايد 1.5 مليون، ثلاث زوج ملايين في الكبش مش كيف كيف العام اللي فات، نقولوا نتاع 6 سنة راه يسوى 7.5، 7 زايدة مليحة ماهيش كيما غالية، غالية بزاف بزاف شوية، والله يحسن العون. الوعد موكل تاع بيعنا، سمعتيني زيدي، ولا راه من هيتينا من 75 حتى 10 ملايين، وهذا من 55 من 45 حتى 6 ملايين. اللي بري عندنا من 35 حتى 10 ماكسيموم. ايه كاين 10 صح، ورنا 35 حتى 35 من طرف الايه، ايه كاين حتى 35 حتى 56، عندنا من 54 ل 65، ومنا من 75 حتى 10. ما بعناش خروف، ما بعناش لا انا لا جاري راه ولا واحد راه من هي والو، ولا كيما يقول لك راه الشريف اني ما كاينش
ثقيل البيع تاعو ماهوش ليا كيما العام اللي فات ولا العام الاول سمعتيني. الشاري ما يسعاش طول العياد كاع ما كاش وحاجه اخرى يفرج ربي وخلاص. وبما انه اليوم افتتاح فعاليه العاب البحر المتوسطيه ونشوفوا فيديوهات اخر التحضيرات لحفل الافتتاح نخليكم مع هذه المشاهد الرائعه. التعليقات على التحضيرات لقت استحسان كبير من قبل الجزائريين كما سفيان اللي قال لعقوبة الكأس إفريقيا إن شاء الله وإنجاح الدورة 100% والجزائر قادرة حتى على تنظيم كأس العالم. ونور الدين اللي علق أتمنى أن تكون الألعاب ناجحة بكل المقاييس. وحمزة اللي كتب مدى بينا كل أيادي هذا الإنجاز تكون جزائرية. وآية اللي اكتفت بقولها وهران في القلب. مشاهدينا جولتنا معكم في عالم الفضاء الافتراضي خلصت ولكن كما عودناكم نروح بكم في جولة لشواطئ الجزائر. الجولة اليوم إلى ولاية سكيكدا. الشاطئ الكبير يبعد عن عاصمة ولاية سكيكدا ب 17 كيلومتر. موقعه السياحي تكسوه من جوانبه مناظر الطبيعة الخضراء إذ يقع في جبال منطقة بلدية عين الزويت. يشهد هذا الشاطئ كل موسم اصطياف توافد كبيرا للمصطفين الذين يتوافدون عليه من مختلف ولايات الوطن للاستمتاع والاستجمام بسحر جماله ومناظره الطبيعية والغابية المحيطة به والتي تزاوج فيها لونها الأخضر بزرقة بحره في شكل لوحة فنية. وبهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية عدد اليوم من ميديا تولك. ولكن قبل كل هذا نذكركم بأن ميديا تولك برنامجكم اللي يرصد الأخبار والفيديوهات والصور اللي تصنع الحدث على منصات التواصل الاجتماعي. فما تنساوش تشاركونا صور وفيديوهاتكم وتعليقاتكم تاني على منصتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة. شكرا اللي تبعتونا. ابقوا أوفياء لبرامجنا. نلقاكم غدوة إن شاء الله على نفس القناة وبنفس التوقيت. مع السلامة. We'll be right back.